السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي قناة المهد العالي للطيور، تحية طيبة لجميع الإخوان. اليوم سوف نتطرق إلى موضوع علاقة الوزغ بالطيور. إذ لم تكن كلمة الوزغ معروفة لديك، لابد أنك سمعت بأبو البريس أو بوبريس كما يطلق عليه في المغرب، وهو نوع من أنواع السحالي وينتمي إلى فصيلة الزواحف. وهناك عدة أنواع عبر العالم، حيث تختلف من حيث الشكل واللون وكذلك الحجم، وهي تفضل العيش في المناطق الدافئة والمناطق المهجورة. هذا المخلوق الصغير له خطورة كبيرة على حياة الإنسان وكذلك على الطيور. نذكر منها: أولا، صوت الوزغ المزعج والذي يسبب الخوف لمن يسمعه. كما يتميز ببيضه برائحة كريهة جدا. ثانيا، يحمل الوزغ العديد من الطفيليات والديدان، بحيث يعتبر ناقا للعدوى للإنسان وخصوصا بالنسبة للأمراض المعوية. كذلك يعتبر ناقا لبكتيريا السالمونيلا سواء للطيور أو للإنسان. ثالثا، يعتبر أخطر عنصر ناقل لطفيل البنت سميدة، والتي تسبب في تآكل الجيوب الأنفية لدى الإنسان. رابعا، فهو يقوم بأكل الزغالير الصغار لدى الحسون أو الكناري، وكذلك أكل البيض للطيور الصغيرة مثل الزبرة. وأخيرا، التلاعب بأعشاش الطيور، مما يجعل هذه الأخيرة لا تحس بالأمان عند المربي. وخصوصا في مرحلة التفريخ، هناك العديد من الإناث تنفر البيض، والسبب الرئيسي هو وجود هذا المخلوق في غرفة الطيور. إذن هناك عدة طرق كثيرة لطرد الوزغ من البيوت أو غرفة الطيور، ولكن قبل أن نشرع في إعطائكم طريقة للتخلص من هذا المخلوق، يجب علينا أن نعرف ما حكم قتل الوزغ في الدين الإسلامي. شاهدوا هذا الفيديو ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع. فضل قتل الوزغ. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له 100 حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك. الوزغ هو البرص، ويسميه بعض العامة الضاطور. نعم، الوزغ الحيوان المعروف، ويسميه يعني بعضهم البرص وبعضهم يسميه الضطور، وتسميته في الحديث وردت باسم الوزغ. هذا من الحيوانات المؤذية ومن الفواسق، ويؤذي الإنسان. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. كما قلنا أن هناك العديد من الطرق للتخلص أو القضاء على الوزغ. نذكر من بين هذه الطرق: أولا، يتم مسح النوافذ والباب وجميع المداخل والفتحات لغرفة الطيور بالزيت المحروق. ثانيا، هناك مجموعة من النباتات التي تطرد الوزغ، نذكر من بينها الزعفران وكذلك الشيح، بحيث يمكن أن نضع هذه النباتات في غرفة الطيور فرائحتها تجعل هذا المخلوق يفر منها. ثالثا، يمكننا كذلك وضع نقط أو قطرات من القطران
في زوايا الغرفة وكذلك في زوايا الأقفاص. أتمنى إخواني المشاهدين أن هذا الموضوع تكونوا استفدتم منه ولو بمعلومة قليلة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في موضوع آخر بإذن الله.